الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثنا تحت عنوان أنت والآخر، وهذا الآخر تتعدد مواقفه وتتباين مبادئه، وكل واحد منا يتعامل في مجتمع ويعيش في منظومة اجتماعية، وهو تربطه ببني جنسه الروابط الشتى والأواصر والوشائج المختلفة، الرحم والقبيلة والعشيرة والجيرة والأمة والزمالة والسوق والعمل والصداقات، تربطك بآخرين روابط كثيرة. والإنسان مدني بطبعه، ينزع إلى الإلفة ويميل إلى الاجتماع وينفر من الوحشة ويبتعد عن الانعزال. ومن أراد أن يعيش مع الآخرين، الآخر هذا لابد أن يعيش بأسس وقواعد وضوابط ترضي الله تعالى، وهي وفق الشرع. فإن الشرع ما ترك آخر إلا وبين لنا بميزانه الدقيق ما الواجب علينا تجاهه وما هو حقنا عنده، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذا الآخر يبدأ من دائرة النفس. النفس بوجه من الوجوه هي آخر، آخر لأنها أحيانا تريدك على غير الجادة، ولأنها تنازعك فكأنها طرف أنت تعامله، وكأنها آخر يغايرك فيما تفكر فيه وتخالفك فيما تريد من الخير. ولذلك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وأضله الله على علم. أخطر شيء من في الآخرين كيف تعامل نفسك التي بين جنبيك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لو أن لأحدكم صاحبا إن أكرمتموه وأطعمتموه وأهنتموه، إن أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية، لا ينفع معه الاحترام. وإن أهنتموه وأجعتموه وعريتموه أفضى بكم إلى أحسن غاية. قالوا بئس الصاحب يا رسول الله، قال هي نفوسكم التي في جنوبكم. نفسك إن عاملتها معاملة كريمة أفضت بك إلى الخذلان وقادتك إلى الدمار. لماذا؟ لأنها تسترسل مع الدعة والراحة، وطبع الإنسان يميل إلى الانحراف. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوة الأمر الذي تميل إليه النفس طبعا، فمثلا كل النفوس تميل إلى النوم. لا توجد نفس من نفوس البشر التي خلقها الله لا تريد النوم، ولذلك لا يأمرك الشرع بالنوم إنما يأمرك بالقيام، وذلك مخالفة طبع النفس. أما الاسترسال مع رياحها والسير في طريقها وما تريد، هذا هو الخطر. لذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة تربوية: الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. إن أكرمتموه الصاحب
وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية. هل هذا ممكن؟ هل هذا موجود؟ هل يمكن أن تصاحب شخص بهذه المقومات وبهذه الصفات؟ زول قدر ما تكون معه كويس بيكون معك كعب ومنحرف، هتعمل شنو؟ هتعمل شنو؟ هتعمل كيف ده؟ والنفس كذلك. ولذلك الرضا عن النفس رأس كل خطيئة، ولا يستطيع أحد أن يحسن صلة بالله أو أن يحسن علاقة بخلق الله ما لم يكن لنفسه مضطهدا ولها قاهرا. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال: رفع الماء من أسفل إلى أعلى يحتاج إلى جهد ودفع. لا ترفع موية من تحت لفوق، صعب جدا. أما دفع الماء من أعلى إلى أسفل لا يحتاج إلى جهد، بس تكب الموية بعد ذلك في شنو؟ براها بتمشي. النفس البشرية تسير نحو الهوى، ولذلك لا تحتاج أصلا. الباطل ده ما بيحتاج زول يدفع له زول، الناس براهم بيجروا الباطل براه بدون ما يقول لك زول. أما دفع الماء إلى أعلى الذي هو أن تحمل النفس نحو المكارم والمعالي، هذا يحتاج إلى جهد. فمثلا الوضوء في صلاة الفجر في البرد الشديد مشقة وتعب، ولا كيف يا أخوانا؟ الرسول قال كده: إصباغ الوضوء على شنو؟ على المكاره. قال مكاره يعني شيء النفس تكرهه. لو زوج قال لي ما تقوم نوم في وقت الفجر ده، النوم مسبحة، قال لك نوم يا من الشمس تطلع، رأي شنو الكلام ده سبح؟ ده اللي هو تعب، حتى في زوج بيتعب في الكلام ده، الناس كلها بتنوم أصلا. ما ده إلا مشقة. لو قال لك أصحى قيام الليل في مشقة، لو قال لك صوم في مشقة. الأصل الأكل والشرب، الأصل النوم والراحة، الأصل الدعاء، الأصل ميل الإنسان وعدم تكدر نفسه بل وعدم مشقته في فعل الباطل. يا أخوان حسنا سكورة دي بالله الواحد، المباراة قالوا الساعة 8، من الساعة 2 الناس دي قاعدين، الحصل شنو يا ناس؟ فشنو فشنو وأسان يحصل شنو الشدة؟ حس عليك الله باقي لك شنو الشدة؟ من الساعة 2 الناس قاعدين في الإستاد لحد ما المباراة تجي، وتالي تأخذ لها ساعتين وبيزحموا كثرة مزاحمة. يعني الشدة لو كان في الجوامع كان قال لهم مش الصلاة دي، أها خلينا لكم، ده طرفنا منها، تعفصونا وتكرهونا ويجوا ناس الشرطة يضربوا بالسيطان، والله يقول لك دي صلاة طحان طرفنا منها. لكن الصيام واحد ما قال في الكورة دي طرفنا منها، وبعد ده يطلع عمته. والله أنا 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 أنا, أنا غضبان على العمة أكثر منه، والله زعلان على العمة اللي بيحرقوها دي، يمرق عمته ويحرقها. عليك شو يا زول، العمة دي ما لها العمة دي ذنبها شنو؟ عشان أوريك إنه الناس وممكن يقلب الثمانية ساعات ولا ستة ساعات. بالله الصلاة دي كان طولة، يقول لك تاني ما بصلي معه، دي صلاة طويلة طويلة كم ساعة يعني وريني، بيصلوا العشاء في كم ساعة يعني؟ يقول لك صلاة طويلة كم ساعة يعني وريني العشاء كم ساعة؟ هي بيحصل ساعة تلت ساعة يعني؟ أنت يعني زعلان؟ الصلاة دي بتلت ساعة يتعب الناس تعب شديد، لأنه ما مستيقن أنه يقف بين يدي الله عز وجل، ما مستيقن، ما متخيل أنه هو فعلا واقف مع ربنا. لكنه في الكرة أو في الفضائيات يجلس الساعات الطوال، يسرقه الزمن ربما حتى يؤذن الفجر. لماذا؟ لأن هذا قريب من طبع النفس، هو يسترسل معها. لذلك النفس خطرة. إن أردت كيف نتعامل مع النفس يا أخوانا، كيف نتعامل أسس النفس ده؟ حتى أنتوا أقررتوا أنه آخر ولا ما آخر؟ أنت والآخر آخر ولا ما آخر؟ أنت داير حاجة وداير حاجة، رأي شنو؟ آخر ولا ما آخر؟ كويس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس أخطر آخر. لماذا؟ لأنها قريبة. أقرب آخر وأخطر آخر عليك نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس متقلبة سريعة التقلب، ولذلك كيف تتعامل مع الآخر؟ أول شيء تتعامل به مع هذا الآخر هو ألا تعظمها وأن تحتقرها وأن تضطهدها نفسك. الآخرين ما تضطهدون، تضطهد نفسك أنت. وأن
وأن لا تسترسل مع أهوائها، وأن لا تجاريها في مراداتها، حتى بعض المباحات اقهرها في المباحات قهرا. في حاجة قال له عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وجد جابر يحمل لحما، قال يا جابر ما هذا؟ قال اشتهيتها اليوم. الليلة قال اشتهيتها بس الليلة مزاجي أكل شيء، قال له مش هذا السوق اشتريت لحمة. قال أو كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف أن يقال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ يعني مرات الشيء يكون جائز وحلال، أنت برضو خلي ليه؟ قل لنفسك بس كريم لنا كيتا عليك، يعني حتى أنت بدل ما تقول لناس تاني كيتا عليك تقول لشنو؟ لنفسك، تقول لك كيتا عليك كذي وسلينا الليلة مضوقة والله، كنت أتعب النفس. حسان بن أبي سنان كما في كتاب الورع لابن أبي الدنيا مرة فوجد عمارة جميلة بناية فخمة، نظر إليها قال في كم بنيت يا ترى؟ قال حسن يقول الله أخذوا فيها كم دي بنوا أمتين دي، قال ما أجملها. ثم رجع لنفسه قال وما لك وأموال الآخرين؟ ثم قال لنفسه لو أدبنك فألزمها بصوم شهر. قال له والله أدبك أدبت أنا شمعت تدخل في الحياة ما تقصك صام شهر. قال له بس الليل شهر كده صوم. معناها تأديب النفس واجب، وكبح جماحها واجب، وعدم الاسترسال مع أهوائها فرض ولازم. ولذلك نتعامل مع النفس هكذا، هذا أول آخر يا إخواننا، وهذه القاعدة التي سوف نتعامل معها مع كثير من الأشياء. النفس أحيانا لا تريد أوامر الله عز وجل، ولذلك يحسن منها تتبع النفس، تتتبع المخارج. يعني واحد يقول لك يا شيخنا والله أنا عندي فتوى، وفتوى صعبة شديد، هو انزنك يقول لك ده ليه مخرج؟ تشوف ليه مخرج بس يا أخي مخرج؟ نحن قاعد نبيع باسطة مخرج كيف؟ أشيل دين ولا باسطة؟ لو باسطة والله أديك طوالي، لكن دين أقول شريك يعني ولا غير لك الشريعة أحول لك الحرام أبقى لك حلال لسانك أنت مخرج كيف؟ انت قول لي عندي فتوى لكن ما تاثر علي عاطفيا. يقول لك يا شيخنا والله نحن تعبنا مما يقول، يكلمك عن الطلاق يقول لك اول حاجه مطلق وعنده 7 صغار 5 بنات ما بتغير في فتوى حاجه، ان شاء الله عنده 100 بنت ما بتغير في فتوى حاجه. يقول لك شوف انا مخرج، مخرج كيف يعني يا اخوانا؟ الشريعه دي فيها مخرج؟ الشيء ده لعب ولا دين؟ الناس دايرين الدين بالمزاج، دين ما يتعبوا كثير. يقول لك شنو يكون داير؟ تجيه اشياء نصوص يقول الله قال والرسول قال، نفسه لم تستسيغ هذه النصوص ولم تستوعب هذه الأدلة، تقول له الله قال رب العباد، تقول له رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال، هو الكلام شايفه ما راكب عدل. يقول لك يا شيخنا أنت متأكد من الحديث ده؟ تقول له أي متأكد. يقول لك كده العلماء قالوا شنو؟ يا أخي العلماء تاني بعد الرسول بيقول، وريني بيقول بعد الرسول منه عليه الصلاة والسلام تاني ثاني علماء شنو يقول؟ الحديث واضح جدا. يقول لك شوف ذن العلماء قالوا شنو؟ ما في علماء قالوا شنو؟ الشيء ده واضح شديد. فمعناها شنو؟ معناها أيها الأحبة لا تستطيع أن تتعامل مع الآخرين ما لم تستطع التعامل مع نفسك التي بين جنبيك، ده أول آخر. طيب الآخر ده بعد طوالي بيجي آخر أكثر وأوضح وأبين مخالفة لنا. لكن يا إخوان عموما قاعدة الدين الأساسية، إخواننا الدين ده ما مشعب كثير، يعني الإسلام من ميزته إنه أي زول بيفهمه. ليه؟ لأن الإسلام بيستهدف الإنسان، والإنسان ده بيتغير. يعني لو فيه ساكنة في عمارة واحد ساكن في قطية، الدين بيتكلم مع ده ومع ده، كلهم بيجون سوا، ده بينفع معه وده بينفع معه، بتاع القطية الدين بينفع معه وبتاع العمارة بينفع معه. ليه؟ لأنه بتاع العمارة في النهاية هو شنو؟ هو إنسان، وبتاع القطية ده برضه في النهاية شنو؟ إنسان. قاعدة الدين باختصار، الدين ده مختصر كالآتي، قال ابن القيم رحمه الله تعالى خلاصة الدين معرفة الحق، التوحيد، والعلاقة مع الله، والإحسان إلى الخلق، التعامل مع البشر،
ده خلاصة الدين. يعني الدين إما علاقة بينك وبين ربك، إما علاقة بينك وبين الناس. تاني فيش نوريني فيش نو فيش نو تاني أه؟ أي حاجة يمسك الصلاة دي بينك وبين ربنا، لكن الصلاة ذاتها بتأديها في جماعة، في احترام للناس اللي بيصلي معهم، بيكون عندها بعد آخر، بعد الصلة مع الخلق والعلاقة مع الخلق أيضا بعد العلاقة مع الخالق. الزواج علاقة بتاع الخلق، لكن برضو خالق بتدخل فيها، بنظمها وبرتبها. السوق، المعاملات، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وجد بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وهكذا. بيبقى خلاصة الدين معرفة الحق والإحسان إلى الخلق، ولا يكون ذلك ومدار ذلك على أمرين: أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. ده خلاصة الدين، يعني علاقة مع ربنا وعلاقة مع الناس. بينك وبين ربنا ما تدخل فيها الناس نهائيا، أن تكون مع الحق بلا خلق، الناس ما تدخلون أصلا. لما يتعامل مع ربنا الناس دي ما تعايلون نهائيا، ما تلتفت، ما تقول يعايلوا لي، يشكروني، يسووا لي، برضوا مني، ما برضوا، بيسيئوني، بنبزوني، بيطلعوا، بيشيعوا عني، حيسووا لي، ما حيرضيهم. أنت لما تتعامل مع الله الناس دي ما تخطهم بينك وبين الله نهائيا، تتعامل مع الله طوالي. أن تكون مع الحق بلا شنو؟ بلا شنو؟ بلا خلق. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كان بقت بينك وبين الناس ما عامرة، لكن مع الله كويس، بيديك عوجة، بيديك عوجة، ما بتضر نهائيا. عشان كده ما تعايل الناس، لو التفت للناس ده شرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشنو؟ وشركه. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، ما تعامل الخالق وتخط الناس في النص. حاجة بترضي الله تاني ما تعايل البشر، البرضى برضى والما برضى الما يرضى، أنت بس أرضى رب العالمين. أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس. أن تكون مع الخلق بلا شنو؟ أيوة، لما تتعامل مع البشر ما تخط نفسك بينك وبين البشر، نفسك دي أمرقة ورميها في الواطن، ما تقول سوى لي، كشر لي، بعد ما أهاني، بعد الكلام اللي قالوا ده كله أهاني، كل راجع لنفسك. ما حتقدر تتعامل مع الخلق معاملة طيبة. إن أردت إحسان المعاملة مع الخالق فأبعد الخلق، وإن أردت معاملة الخلق فأبعد نفسك. ما تقول أنا سوى لي، عمل لي، أهاني، يقول علي شنو. ده التعامل مع الخلق بلا نفس. إياك أن تضع نفسك بينك وبين الخلق. وهنا لابد من كلام مهم جدا يا إخواننا، الخلق الآخرين، الإنسان المؤمن كيف يتعامل معهم؟ ينظر إليهم باعتبارهم أحسن منهم. أنت لما تتعامل مع الناس أبتعامل عنده كلهم اعتبروا شنو أحسن، شنو أحسن منك، وسوف سوف تستطيع بعد ذلك أن تضطهد نفسك. نفسك دي خدتها في الوطن. بعد الخلق كلهم أحسن منك، وصاحب الأخطاء، في ناس إخوانا بنحرفوا في الخلق تلقوا عندهم انحرافات كويس وعندهم ضلال. انت حتى ديل اللي عندهم انحراف ديل تتعامل معهم بدافع الشفقة والنصح والرحمة، لا بدافع الانتقام والتشفي. حتى الكعف، وإياك أن تتعالى على عاصٍ لأنه عاصٍ وأنك طائع، ولكن عليك أن تبغض العاصي حال عصيانه، ولكن لا تتعالى عليه، فعسى الله أن يعافيه وأن يبتليك وأن تقع في ذات الذنب وأنت لا تشعر. وتأكد أن الخلق لا يخلو بعضهم من خير في دواخله. إخوان الناس اللي بتعامل معهم كلهم فيهم خير. يعني أحيانا الواحد تلقى سكران ماشي في الشارع اللي ترتاح في السودان ده،
كان عتر بيقول يا ساتر، هو سكران كان عتر بيقول يا ساتر، برضو كويس كويس، ما بقول حاجة تانية، بيقول يا ساتر، كلام جميل ده. هو قاصد منه يعني؟ قاصد ربنا سبحانه وتعالى، يقول شنو يا ساتر. هو سكران تلقى مغمض، يفتح عينه يلقى نفسه عتر. الناس فيها خير. أخطر شيء أن تكون طائعة ولأنك طائع ترى نفسك أحق من الخلق وأنك أعلاهم وأنك أعلاهم درجة، لأن هذا ينسيك فضل الله عليك. ليه؟ ربنا قال كذلك كنتم من قبل، فشنو؟ فمن الله عليكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله يختص برحمته من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد شنو أبدا. معنى أنت ربنا أعانك، إذا فرحت بطاعة افرح بعون الله لك ولا تفرح بنفسك، قل بفضل الله وشنو وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حتى الطاعة إذا فرحت بها لا تفرح بها بأنها من عندك، إنما هي توفيق من عند الله. واسأل ربك الثبات وحسن الختام، فأنت لا تعلم الخواتيم. وإياك أن تعير عاصيا بعصيانه ولا مذنبا بذنبه، ولا أن تحتقر عاصيا لعصيانه. فرق بين البغض في الله وبين الاحتقار، ما تحتقره لكن تكون شنو باغضه، ولا ترضى بحاله، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن شنو عن المنكر، وتزجره ولو احتاج إلى شنو إلى زجر. وإن لم يكن يرجع إلى الطاعة إلا بالهجر يهجر، ولكن هجره لمصلحته، والهجر رحمة به سبحانه، يعني رحمة به ولأمر الله سبحانه لنا بذلك. ربنا قال لك أهجره، تهجره ليه؟ عشان يرجع لله. فإذا أسوأ شيء أن يكون هنالك طائع يترفع على الآخرين لأنه طائع، يقول أنا زول طائع وزول ملتزم والناس التانيين ما ملتزمين. أي زول ما ملتزم هو ما بيتعامل معه كويس، ما بعيد له كويس، بيشوفه زين أقل منه، ما في حاجة زي دي يا إخواننا. العباد تتفاوت قلوبهم، وعلم القلوب وتفاوت ذلك إنما هو عند الملك الجليل العلام الغيوب الذي يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. وهذا شيء عجيب. ابن القيم أراد أن يضرب لنا لهذه المسألة مثال، قال تخيل شخص طائع، الطاعة إذا لم يكن معها انكسار قلب لا تفيد صاحبها شيء. في طاعة ما تفيد إخواني، زول بيكون طائع طاعة شديدة لكن ما مستفيد أصلا. ضرب مثال، قال ذو الخويصر التيمي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، ما غنى ما نازح فلات، ناس جادين في الدين، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، أتى ذو الخويصرة غائر العينين من كثرة البكاء، مالو بيبكي، دقوا خشي من ربنا ناتئ الجبهة، أتى ولكن عنده جرأة. هذه العبادة بدلا من أن تولد فيه مع الخلق تواضعا ولدت فيه جرأة، قال اعدل يا محمد وبحليفته لأنه زوج مصلى شديد، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. رايك وشنو عبادة ثقيلة؟ قال يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوال ابن القيم عمل لك مقابلة، والله مقابلة لطيفة، طوال بعدها قال لك كده عيل، ده العابد الزاهد كويس المصلي البكاء، لكن هذا بدلا من أن يولد فيه انكسار ويشوف يكون يشوف نفسه زي الله، هو برضو ما أحسن من الناس، شاف نفسه فوق الناس وقال عبادته دي بتحميه ذاته من خلاص وصلته لله. تكلم مع رسول بهذه الشدة بيجي مبتدع وضال. آخر في البخاري الحديث، وده في البخاري، حمار جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضاحكه ويمازحه ويدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان مبتلى بشرب الخمر.
ما بخلي خمرة دي نهائيا، بيشرب خمرة تقيل مبتلى بالخمر، لكن بضحك الرسول. والعابد الزاهد أدخل الحزن على قلب من وطعن في عدالته، وهذا كفر بالمناسبة، هذا كفر، هذه ردة، أعوذ بالله، عرفت؟ فحمار كانوا يلقبونها هكذا، يشرب الخمر ويؤتى به، يجلده ياخذ حقه، بعد ما يجلد بيجنب مع الرسول والصحابة يتونس ويضحكوا، وتاني يمشي بعد يومين يجيبوا تاني سكران. كم مرة حتى غضب عليه الصحابة فتناولوه بالنعال، بعد ذلك بيجي ما فدق ساكت، الواحد بيمرس المركوب يفلقوا به، نزع على نزع شديد وبالجري، والرسول ما نهاهم. لكن في واحد قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوه، فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. قال انظر إلى عاصم عصيانه قاده إلى الانكسار، وفي دواخله بالرغم من أنه عاصم حب لله عز وجل ورسوله. وانظر إلى الطائع الذي قادته الطاعة إلى التكبر والغرور والترفع على خلق الله. لذلك القاعدة الأساسية أن تتعامل مع الخلق، وأن لا تظن لك ولا تظن أن لك على الخلق فضلا، ولا أنك أعلى منهم رتبة ودرجة. ما تقول أنا أحسن من الناس دي، ولا كتر خير يحترمونه ولا جميلته، ما تقول كده، كويس؟ أنت جزء من الخلق، غير أن الله ستر عورات العباد بعضهم عن بعض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أثنى العباد عليك يوما وحشكرك، إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك. يعني لو الله ما سترك، لو الله وراه حقيقتك كويس، قال والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، قال لو الله وراه الجواي ده شنو، والله يزول يسلم عليك. ما في ترى الناس كلها شايفين أي زول محترم شاك بنطلونه القاشر واللابس عمته واللابس كرافتته، المهم الناس ما عارفين الحاصل شنو، المهم بلاقوه في الشارع بيسلموا عليك وبيسلم عليهم، الحقيقه ما معروفه، لكن ربنا كان ورى الناس الحقائق، والله زول بيسلم على زول ما في. ولذلك تعامل مع الخلق بهذه المبادئ الراقيه وهذه المنطلقات الساميه من اجل ان تحسن التعامل مع خلق الله ومع الاخر. هذا الاخر دوما ضعه انه خير منك، خاصه في المسلمين يا اخواننا. طبعا كان هذا كله في اطار من؟ في اطارنا نحن كمسلمين، بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه شنو؟ المسلم. المسلم دي مهمه جدا، اي زول من المسلمين حتى لو عاصي، انت تقول الزول ده بكون عنده جوانب ما بكون عارفين الناس الثانيه. والله يا اخوان انت لو عاينت الناس دي بالظاهر كده بتقول الله نازل، في ناس كتار تقول ما فيهم فايده، لكن واحد تلقاه عاصي وعنده اخطاء كثيره جدا ومعترف كويس وبتاع بنجو، لكن والله ببر امه وابوه بر لا اله الا الله. نحن كان جابونا بيدقونا ما بنبرون بالقدر ده، ترجع عنده جوانب فعلا بتكون مظلمه، لكن ربنا ابى الا ان تكون فيهم جوانب مشرقه. والله في ناس انا بعرف ناس ياخذ ده بيضرب السجارة دي طوال، يقول لك الناس بيكلموني يقول لك ده بيضرب السجارة، وبيجي أزول ينظم، أنا مرة ذاتي بشعر إنه نظمه ما في محله، لكن عنده أم وأبو ما بيلعب فيهم، يشيلون يدخلون الحمام واحد يحمون وينظفون ويلبسون ويريحون. كان قالوا لك يا بس بيجي جاري جري يا أخي، لكن ذاته شايف خلاص كويس. ففي جوانب ما بيتعدوها، انت بتشوف الناس من 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 اول مره بتقول زود ده ما فيه فايده كويس. فواحد من اخواني بيحكي لي قال مشوا سافروا في مطار من المطارات، وانا برضو حصل لي يعني موقف زي ده. بعدين المطار ذاته يعني دوله، المطار بتاعه مطار ما فوق ذاته محل يتوظفوا كويس. في زول كان راكب في الطياره
شاكي بنطلونه وحالق لحيته وحالق شنبه ومركب لحلق هنا حلق. الناس الراكبين معه زهجانين منه زهج, زهجانين منه زهج, قرفانين منه زهج. تشفت نزل بالمطار, قالوا في ترانسيت يقلبوا شوية لحد ما يدوهن 6 ساعات ولا 5 ساعات, بعد ذلك يسافروا للدولة الثانية. الناس دار يصلوا, دار يصلوا في المطار ده. سألوا عن القبلة عرفوها. الناس كلها قاموا جارين على الحمامات. يا زول محل ذاته ضده فيه ما في حمامات, كلها دلاقين يعني مو ذاته ما في. الحصل شو؟ المهم الناس دي بتلتلى لقوا الموية. زورنا ده المركب حلقه من محله ما مشى, شاي شنطته في ايده, لا مشى كاس حمام لا حاجه, واقف الوحيد المتوضي جاهز متوضي ما مشى توضى. بعدين الناس دي لما جوا صلوا فتح الشنطه طلع المصلايه بيه مصلايته. الناس دي كلها صلت في الوطا, يقولوا دي طاهره ولا ما طاهره, ينظفوا فيها. هو خدت مصلايته طوالي جاهز بيه مصلايته ومتوضي, رايك شنو بيه حلقه ده, رايك شنو؟ الناس دي كلها مش شايله مصلايه ما في جاهز اصطر لها من العافيه بين مصطايته مش اخذت في الشنطه ما بيلعب, رايك شنو؟ يا اخي والله حكمه ربك ولا ربك الرحمن ده اللي بيعبدوا كتار كويس. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. يا اخواننا الشده والله العظيم حكمه يعلم رب العالمين. فاياك ان تضطهد وان تحتقر انسان في دواخلك, فقط أرجو الله له الهداية والعافية واحمد الله أن عافاك مما ابتلى به كثير من الخلق والعباد, واسأل الله له الهداية والعافية والسلامة. ولكن لا تقل غير ذلك, ما تسيء تقول الله يلعنك والله يسوي لك. ثم يا إخوان شوف اللعن ده خطر, يعني قال لك أي معصية أعوذ بالله ذكر القرآن أو السنة أن صاحبها ملعون, إذا فعلها قسى قلبه مباشرة. قسى شنو؟ قلبه, لأنه قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى شنو؟ أبصارهم. الزول أنت كان في حاجة يقول لك فيها لعن أبعد منها, كان عملتها ولو مرة واحدة اللعن ده كان حصلت تاني. لو قال لك الدين ده كله ما بتتأثر ولا بتتغير ولا قلبك ده بيتأثر ولا بيرق. عشان كده أي معصية قال لك لعنة لعنة دي تبعد منها طوال مباشرة. طيب هذه أسس وقواعد في التعامل مع الآخر. نبدأ بعد ذلك بتصنيف هذا الآخر. أول آخر جهل أهل الإسلام أن يتعاملوا معه الكفار. الكفار الكفار ده آخر, وده آخر عديل ذاته, يعني آخر ما فوق كلام. طيب كيف نتعامل مع الكفار؟ إخواننا كثير من الناس لا يعرف الفواصل المباح في التعامل مع الكفار. أول شيء في التعامل مع الكفار عدم إنزالهم منزلة واحدة. لا بد أن تعرف درجات الكفار. إخوان الكفار ما واحد, الكفار ما ما واحد. أول حاجة في الكفار بيعبدوا الأصنام والفجار, وفي الكفار عندهم كتاب قبل كده. أهل الكتاب ديال ذاتهم أو غيرهم من الكفرة والمشركين كلهم كفار على درجات. في المعاهد زور كافر عنده معانا معاهدة, عمل اتفاق معانا ونحن بوجود الاتفاق ده جا دخل البلد بتاعتنا, هذا لا يجوز التعدي عليه بظلم. يا أخوان حسا في فتاوى قاعد في زور قاعد يفتي, قال للناس كان أي زور كتل بيون قرد قال أنا بضمن له الجنة. قال قلت والله لا يضمن الجنة لحاجة, لأنه جونقرن أنت عندك مشكلة عملها مع العثمان المشوقع, ما تعمل مع جونقرن, تعمل مع المسلمين بتاعينك. لكن جونقرن ده جابه باتفاق تاني ما يجوز ظلمه نهائي ما يجوز, لقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد يجوز قتله نهائي. بل شوف الإسلام ده كيف, قال عمر بن الخطاب لو أنك أشرت إلى السماء بأصبعك أو تريد أن تدعو ورآك أهل حصن, ناس محاصرين, قال المسلمين محاصرين ناس, قال كم ده للجنود مش يحاصروا الروم الكفار, قال له أشرت إلى السماء فظن الرومي
أنك أنزلته على عهد ثم جاءك وقتلته لكنت عاصيا لله ورسوله. انت ما قلت لأنزل، بس رفعت صباعك ساكت، هو فهم انه تعال خلاص ما حنعمل لك حاجة، وقام جاء على سنك انت ما حتعمل له حاجة، قمت عملت له حاجة، ده عصيان لله ولرسوله. عشان كده حتى في الاتفاق إما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على شنو، فانبذ إليهم على شنو، على سواء. يعني انت قول الاتفاق ما نفع معك، ما طوال تكفره قول لا اسمع هوي نحن في حل والاتفاق ما نافع معنا، كلمه وخليه ياخذ احتياطاته، لو داري في الافل ولو داري جهز جهز بعد ذلك تكاتله كاتله راي شنو. ده الدين، ده المؤاخذ. في الذمي، الذمي ده زول كافر من اهل الكتاب يهودي او نصراني قاعد معنا في البلد دي، ده ما يجوز، ما يجوز يعني ظلمه. والمستأمن، المستأمن ده بيجي خاش بلدنا ما باتفاقية لكن بأمان، الناس ده أمان، جاء مستثمر حسا الصينيين دين كفار المسلمين، ها كفار جو هنا الدولة ده شنو تأشيرة، التأشيرة دي هي شنو، هي الأمان. وكذلك نص علماء الإسلام كالشافعي والصرخسي والإمام أحمد، والإمام أحمد ومحمد بن الحسن الشيباني وابن عابدين علماء الإسلام والزيلعي في نصب الراية، أن من دخل بلاد الكفار بعقد بأمان، أدوك الأمان ودخلوك بتأشيرة، لا يجوز أن يحدث فيها فسادا وإن أفسدوا وكانوا أعداء للدين، ما يجوز. يعني مثلا أنا مشيت أمريكا، مثلا أمريكا قدمت من السفارة هنا الدوني بعد أسبوع وعملوا لي معاين ودخلوني، تاني ما يجوز أمشي أعمل أي فساد في أمريكا، لا أكتل زول، لا أدمر زول، لا أخرب حاجة، ما يجوز شرعا، ما يجوز. بل قال الشافعي لو أخذوا عيالك وزوجك وأطفالك لما جاز لك أن تحدث فيها خرابة. الأمان ده مهم جدا، الأخلاق دي، الإسلام بيتعامل مع الآخرين بأخلاق، أهم شيء الأخلاق. ولا يجرمنكم شنآن شنو قوم ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب لشنو للتقوى. وبعد في الكافر المحارب، دي الأربعة يعني حتى الصينيين دي المستأمنين، كل الخواجات اللي بيجوا السودان دي المستأمنين. لو واحد قام حكاية طرطي في رأسه شاس كيلو مشى مسك صيني ضبحه، قال الله أكبر ضبحه، ما يجوز شرعا، ما يجوز. رأي شنو، مش صيني كافر، ما يجوز. يا اخوان الدين ده فيه ادب وفيه اخلاق وفيه قواعد، الزول ما بيتعامل في الدين ده بشنو، ها بمزاجك وباهوائك. الكفار ده تقسمهم، الكفار انفسهم في واحد محارب وواحد غير محارب. الرسول قال شنو، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لعفوت عنه. ليه قال المطعم بن عدي؟ المطعم عدي كافر ولا ما كافر؟ كافر، لكن المطعم ابن عدي مجير، أجار رسول الله لما جاء من الطائف قال أخنس ابن شريق أجرني، قال أنا جار لقريش والجار لا يجير عليها، لا أجير على قريش. أرسل إلى سهيل بن عمرو فأبى، أرسل إلى المطعم ابن عدي فشنو فرضي، وتقلد السلاح وقلد أبناءه السلاح، وقف عند البيت وقال إني قد أجرت محمدا، وأمر أبناءه أن يدافعوا عنه. دا عنده مكان، عنده مكان. لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لشنو لشنو لعفوت عنهم. قال حتى الإسلام نحن نفرق بين المحارب وغير المحارب في الكفار، في كفار محاربين وفي كفار ما محاربين. حس الصينيين دي ما عنده مشكلة مع الإسلام صح، لكن الأمريكان مشكلتهم مع الإسلام كبيرة خلاص، عرفت يعني نفرق بينهم كلهم. إذن أهم نقطة في التعامل مع الكافر ترتيب الكفار ومعرفة من هم الكفار المحارب وغير المحارب وكذا، دي نقطة أساسية، دي أول حاجة. النقطة الثانية في التعامل مع الكفار لا بد من وضع فواصل في التعامل مع الكفار، في فواصل إخواننا في التعامل مع الكفار. نعم
ما نقتلهم. زول جانا في بلدنا بعقد أمان ولا بعقد ولا بعهد نحن مالنا ما بنقتله، لكن تأكد أيضا لا نحبه، لأنه في ناس الآن بيحبوا جونجرن حب، يقول لك بس جونجرن ده متين يجي ذاته، بس كده جونجرن ده يجي متين، يقول لك لا يحب هذا كافر. وفي ناس من المسلمين لو قلت لهم أهل الكتاب كفار بتضايق جدا، أنت يا زول من أهل الكتاب مضايق مالك يا زول، أنت منهم لما منهم الجماعة دي أولاد عمك ولا شنو؟ لا أنت وكلوك في زول أهل الكتاب أكثر من أهل الكتاب ذاته، يا أخي أهل الكتاب مقرينهم كفار. وأي زول يقول لك أهل الكتاب ما كفار، داء ما قرى جزء عمه، لم يكن الذين كفروا من منه من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعد الله قال أهل الكتاب دي أكعب ناس، هرأي شنو الله قال أكعب ناس، رأي شنو نيته يا أخوانا؟ كون أنا ما أقتله وأتعدى عليه لاتفاق بينه وبينه لا يعني الناس ما عندها فواصل، ما يعني أنه أنا أحبه. ربنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم شنو أولئك هم شر البرية. أكعب ناس قال لك، رأي شنو شر البرية دي يا أخواني؟ عرشنو الخلق الخلقون كلها أكعب منه، ما في قال لك رأي شنو، رأي شنو يا أخوان؟ الكلام ده ما واضح الآية دي، والله أنا متأكد في ناس ممكن لأول مرة كانوا يسمعوه، مع إنها في جزء عامة في ناس ذاته قبل كده ما وقفوا على كثير. شر البرية منو ذي؟ النصارى الحايمين دي شر البرية يا أخوان؟ الناس قاعدين يبيعوا ويشتروا معانا وناس كويسين وناس طيبين وأصدق من المسلمين ذاته، في زي يقول لك كده، يقول لك والله الأقباط ذي أصدق من المسلمين ذاته، زي يقول لك كده. أول حاجة الفواصل مهمة، أنا ما أتعدى عليهم بالظلم ولا بالعدوان إلا في حرب وإلا للمحارب، أما غير المحارب فقد عصم دمه، إما بالذمة وإما بشنو بالعهد وإما بشنو بالأمان. دي الثلاث أشياء بتعصم دماء شنو؟ دماء أهل شنو؟ أهل الكتاب. لكن الفواصل شنو؟ يا إخواننا أول حاجة لازم تعرفوها إنه دين أهل الكتاب باطل، وإنهم ناس نار، ناس جهنم عديل، ناس جهنم. أكلمك أنت كما مقر لازم تقر بالكلام ده. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار على وجه يوم القيامة. وفكاك المسلم من النار يوم القيامة يهودي أو نصراني. الله يقول لك جيب لك يهودي والنصراني، تجيب يوم القيامة تقول الله ده حقي، يدخل لك النار حتى محله في الجنة يدخلك أنت، زايد محلك أنت، أنت بتدخل عندك في الجنة محلتين، أي مسلم عنده محلتين، محلته ومحلة منه ومحلة الكافر، والكافر عنده في النار محلتين، محلته وشنو ومحلة المسلم، مش النار طوالي. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار. أنا الحديث مرة قلته في التلفزيون، لا إله إلا الله، والله المخرج رجف والمقدم بتاع البرنامج قاعد يكبكب، قلت يا أخوان هوي الكلام ده والله ما قال عمر بشير، والله قال الرسول، عندكم شنو أنتم؟ قولي ما قال، بس أنا أثبت لك أنه قال الرسول قال بشروهم بالنار. هرأي شو بتاني أنت يا زول؟ ده تقبل إنسان أكثر من الرسول ذاته؟ أنت عندك رحمة بالخلق والعباد وعلم الدين أكثر من رسول الإسلام ذاته؟ أنت شو ذا؟ الرسول قال لك بشروا، تصوم خشمة ودوية بشروا طوالي، ما تقول كلام كثير، ما تقول حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان، تبشر طوالي. الرسول قال لك بشر الثاني في شنو؟ والله أنك الرسول قال لك بشر الناس كلها بشروا، ما عنده شغل، قال لك بشر الناس كم كبوا، قلت له أشهد والله لا قرار بتاع مجلس لا برلمان لا صوتوا عليه ولا صوتوا على ذاته ده. ده يا أخي قالوا زور، قالوا ألبي فوق كلام فوقي، أنت بس تقول أيوة ما تقول ذاته ليه؟ الرسول قال إذا مرتم بقبور أهل الكتاب فبشروا بالنار. يا أخي في الصلاة دي نحن نقول ولا الضالين النصارى غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، نوديها وين الآية دي؟ الناس دي منحرفين وضالين، ودي نقطة أساسية.
يعني في أشياء في التعامل معه دائرة فواصل. في بعض الناس بيتخيل إنه الشرع كأن فيه شيء من شنو من التناقض، بحيث كده يعني في آيات صعبة جدا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بل إذن أولياء تحبون من لا تميلوا اليهود ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، دائما المنافقين في المجتمعات الإسلامية يوالون أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم شنو لكاذبون. دائما تلقاهم بيقفوا مع بيحج شنو يقول لك الفتنة والتعايش الديني. التعايش الديني ده عنده فواصل وحدود، لا بد من مراعاة الفواصل والحدود. دي أشياء عقدية كويس. يا الذين آمنوا يتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بشنو بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. شو كان قوي كيف حتى جاء لك لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم منا براء منكم. ده كلام بتاع دين. الدين ده ما بيحتمل يا إخواننا، الإسلام ده بيحتمل اثنين حاجة واحدة. دي الفواصل العقدية. ويجي يوريك يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. شوف الكلام ده كيف قوي. بعدين يقول لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتك. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ ده القرآن واضح وهذا من المحكم. قلنا أيها الأحبة هذه آيات قوية جدا. كثير من أهل الإسلام يدفن رأسه في الرمال يقول لك النصارى دي نحن بتعايش إخواننا أنا ما بصدق للقرآن. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند شنو يجيبوا الإغاثة لدارفور ويشتغلوا تنصير باي شنو ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا ما عنتم دايرين تعبكم. قال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من شنو أفواه. ده معناها إنه في فواصل عقدية خصوصيات. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطي المسلم خصوصية عشان كده يقول له شنو شوف الخصوصية دي من تشبه بقوم فهو منهم. حتى في اللبس ماذا تلبس زي الكفار تلبس لبس فيه خصوصية بالنسبة لك كمسلم. من تشبه بالمحافظة على شخصية المسلم بالنسبة لأن المسلم لا بد أنه يكون واضح في دينه ما يجامل. طيب ده في التعامل مع الكتاب ده اسمه شنو التعامل مع أهل الكتاب والكفار في مجال الاعتقاد والخصوصية الثقافية كويس والخصائص الحضارية للأمة والثوابت والقطعيات دي ما فيها لعب مع أهل الكتاب. في آيات ثانية قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فصوب بتخيلوا الآيات دي زي المعمع الآيات دي مع باقي الآيات ما لا ما جاية ما في أي اختلاف. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا شنو إليهم. الآية في إطار التعامل الاجتماعي معهم وليس في إطار التعامل العقدي. في العقيدة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وفي التعامل الاجتماعي شنو
تبرم وتصل إليهم. ومن التعامل الاجتماعي تدون قروش الزكاة وهم شنو؟ المؤلفة قلوبهم. واحد يقول لك النصارى نشاركهم في أعيادهم لأنه في الدين في المؤلفة قلوبهم، ده تدليس وتلبيس في الدين، ما في كلام زي ده. لأنه تعامل بدون ما يتؤثر على دينك أو تعترف بباطلهم. أنا حعمله كويس، الرسول قاعد جاره يهودي بزوره عيا مش زاره في شنو؟ ما في حاجة كويس؟ ده في الإطار شنو؟ الاجتماعي. الإطار الاجتماعي جارك نصراني عنده حق عليك تزوره وتقف معاه تحسن له، عزمك لعرس تمشي في البيت كويس رجوه ولده نجح تمشي تبارك له، عيا تمشي طوال له تزوره، ما في أي حاجة عرفت كويس. لكن الأشياء المتعلقة بالدين، الصليب والاعتقاد الفاسد، ومن العقيدة الفاسدة أعياده. ليه؟ لأن الأعياد في كل شريعة عبارة عن شعيرة ومنسك. لكل أمة جعلنا شنو؟ منسك منسكا، ولكل منكم شنو؟ ولكل جعلنا منكم شرعة وشنو؟ ومنهاجا. العيد ده شيء تعبدي، الأعياد عبارة عن شعائر تعبدية. وعشان تتأكد من الموضوع ده عيدنا نحن كيف؟ عيدنا ده خبيز وبسكويت وفي الضحية أكل ولبس جديد، ولا شعائر تعبدية مرتبط بطقوس ولا مرتبط بطقوس؟ أول حاجة يقوم الصباح التكبير بيشتغل، هم ذات عنده تكبيره، في تكبيره ده في مسلمين حايمين معه والله غيت، تلقاهم ماشيين في الشوارع بيقروا في حاجاتهم، وناس مسلمين ماشيين معهم، في ناس أصلا بحبوا المظاهرات، أي حاجة فيها كثرة تلقاه بيمشي، ما بكون عارف الموضوع ذاته شنو، يا أخي ده شنو الحاصل شنو؟ بيمشوا يغنوا في المصلى، الصلاة بتاعت العيد بتختلف، الركعة الأولى أي الركعة فيها كم؟ سبعة تكبيرات، والثانية فيها كم؟ خمسة، شوف الاختلاف ده، وفي خطبة فيش طقس معين، هم عندهم عيد، العيد ده طقس معين، المشاركة في أعيادهم إقرار بباطلهم، ده ما فتبروهم وتقسطوا إليهم، ده ما فقوا تبروهم وتقسطوا إليهم، التعامل الإنساني بروهم وتقسطوا إليهم. يعني مثلا حسا لو نصراني جارك مات له زول تعزيه ولا ما تعزيه؟ ده ما عنده علاقة بالدين، ما بأثر على العقيدة، ما هو ما متخذ المسألة دي عنده طقس معين، حتمشي تقول له شنو؟ حتقول له شنو؟ أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم وثبت أجركم، حتقول له كده؟ ما تقول له تعزية لا تشعره بعلو دينه، تقول له كل من عليها فان، تخوتي ذاك في ايده يقول له الدوام لله، ما في حد. لكن تاني ما تمش اي محل، شفت حق حدك الدوام لله يا اخي في سوداني بيشيل الفاتحه معهم يجيب يقول الفاتحه كده فاتحه شنو دي كويس كويس، فده لا تشعره بعلو شنو؟ بعلو دينه. نجح في المدرسه قول له بالزياده، عيا تمشي تزوره ومني انا شيل لك كيلو موز، مني انا شيل لك كيلو موز والدلع، ما في مشكله، ده كله في الاطار ماله في اطار اجتماعي. لكن ما تخلط بين العقيده وبين الاطار الاجتماعي، اي شيء توقفه عن حده. واخواننا انا ما اعرف يعني 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 في اشياء الناس بيتعاملوا معاها يعني بشيء من الـ من من الـ من الـ من الانبساط. اخواننا خليكم حاجه، أعياد النصارى باطلة، في ديننا باطلة، خلي أعياد النصارى، أعياد المسلمين غير الثلاثة أعياد اللي بنعرفها الجمعة والأضحى والفطر، كل الأعياد الثانية باطلة، حقة المسلمين خلي حقة الكفار، حقة المسلمين ذاتها باطلة، أرأي شنو؟ أعياد المسلمين ذاتها باطلة، إن الله أبدلنا، شو بعد ما الله أبدلنا، أنت مش تقول شو ثاني؟ إن الله أبدلنا أعياد الجاهلية عيداني، الأضحى والفطر
قال والجمعة من كل أسبوع عيد. والجمعة من كل أسبوع شنو؟ عيد. وفعلا الجمعة دي عيد كالبس وفيها صلاة معينة في وقت وقت الظهر ده نبصل أربعة، لا في الجمعة دي في طقس معين. الأعياد بتحمل في طياتها خصائص الأمم، خصائص الأمة، عرفتها؟ فأنا ما أعرف الناس مسلمين كويس ويجوا يقول لي نشارك أهل الكتاب في أعيادهم. أول حاجة أكلمك أنا حجب ليك أقوال الأئمة الأربعة في الأعياد بتاعت الكفار دي. كان لقيت إمام واحد بس معاه تعلمني أقوال الأئمة الأربعة بعد إلا تجبوا خامسية تشوفوا لكم مذهب خامس. الأئمة الأربعة منعوا الكلام ده، رأيكم شنو؟ الأئمة الأربعة رأيكم شنو؟ الإمام أبو حنيفة قال من أهداه أو أقر بهم أو فرح بعيدهم خرج من الملة إجماعا. هذا أبو حنيفة رأيكم شنو؟ هذا أبو حنيفة. قال مالك الذين لا يشهدون الزور أعياد أهل الكتاب فإنها باطل وتكثير لسوادهم. قال الشافعي رحمه الله مشاركة أهل الكتاب، شوف كم ده كيف، وده تفصيل عند الأئمة الثانية ما فيه، مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم على قسمين: من شاركهم حبا لدينهم ونصرة لهم كفر من خرج من الملة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه منهم، ومن فعل ذلك جهلا أو بغير موالاة لهم مجاملة كان هذا كبيرة من الكبائر. ده قول منه؟ قول الشافعية. قول الإمام أحمد الحنابلة قالوا من أهدى إليهم يوم عيدهم أو هنأهم باللفظ كمن هنأ باستحلال ركوب الفرج الحرام. وريني منه من الأئمة الأربعة قال يكونوا مع أهل الكتاب. قال عمر بن الخطاب اجتنبوا أهل الكتاب في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. وريني منه قال من الأئمة دي الأئمة الأربعة. وريني في إخواننا إلا ذول يكون عنده مذهب شنو؟ إلا يكون عنده مذهب شنو؟ خامس. أما دي الأئمة الأربعة هتعني في شنو؟ وريني في شنو تاني بس إنت جيب لي كلام تاني. ده الكلام الحق. وأقول أيها الأحبة قد أسمعوا كلام كويس، قد لا نقدر على تطبيق كثير من أحكام الإسلام، هذا لا يعني إلغاءها. يعني مثلا الرسول قال شنو؟ قال حديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ضيقوا على أهل الكتاب في الطرقات، ماشي في الشارع ده قال تضيقوا عليه خليهم يمشوا في طرف الشارع كده. وريد بيدر على الكلام ده منه؟ الوريد بيدر على منه؟ البيدر على حسن انا بقدر والله يتلموا فيني يدقوني ومسلم زود يجي دافع عني ما فيه. حتى يقول لك مسلم ماشي وضرب نصراني غلط بالغلط يعني ما قاصد مسلم بضرب مسلم بقتله في شنو؟ قال لك كان وقف لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك بيدقوا يا من يقتلوا. حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ دي احكام ثابته نحن ما قادرين عليها لكن بتجي في يوم من الايام بتبقى في زول بعينك دي لما يشوف نحن ما قادرين بيقول شنو؟ يقول نلغيها. ما بنلغيها، بتكون قاعده لحد يوم لحد ما يجوا ناسها لحد ما يجوا رجاله. ففرق بين ألا نقدر على الشيء وبين أن ننهزم فنلغيه، عرفت؟ حتى الآن ما تضيقوا عليهم في الطرقات، ما بدي اسمع الحديث يمشي طوال شنو يضيق عليهم، لأن حتكون فتن ومشاكل كثيرة. وفي النهاية والله ناس الجرائد يطلعوا غلطان يقول لك دي حقارة ومضيقين عليه. ليه؟ لو قلت له رواه مسلم يقول لك لكن الفهم شنو يا أخوانا؟ كده واحد يفهمني الرسول قال ضيقوا عليهم في الطرقات، الكلام ده واحد يشرح لي يعني شنو الكلام ده؟ ضيق عليه. لكن في أيام التمكين، وهذا يعني أنه سيكون هنالك تمكين. ربنا قال في سورة التوبة، والتوبة آخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن، وده يعني أنه ما فيها نسخ. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدي وهم شنو؟ ما قدرنا نشيل الجزية. الآية انتهت. في ناس في يوم من الأيام حيشيلوا منهم شنو؟ حيشيلوا منهم شنو؟ الجزية، على حسب التكييف الفقهي للجزية. بعض الفقهاء يرى
أنها نظيرة دفاعهم عن دولة الإسلام وحماية الدولة لهم. يعني دافع خلاص ما يشيل من الجزية، لأن أبا عبيدة بن الجراح قاتل معه أهل الكتاب في منطقة من المناطق، وكان قد أخذ منه الجزية نظير أن يحميهم. فلما قاتلوا معهم أهل حمص رد إليهم أموالهم وقال نحن لا نأخذ الجزية ولا نستحلها، إنما ندافع عنكم ونظير دفاعنا عنكم أخذنا الأجرة، فطالما دافعتم معنا نرد إليكم أموالكم. لكن في النهاية الجزية ما له؟ دين محكم وثابت وشرع متين إلى يوم القيامة. حسنا في ألمانيا يقول لك حسنا الجزية دي أخذها كيف؟ هنا إحنا ما ناس ما فينا فايدة، مش كيف بدأ ناخذ الجزية، لكن بيجوا ناس فيهم فايدة بيقدر يأخذ الجزية. طيب شنو؟ لكن الجزية كحكم ثابت إلى يوم القيامة. وكذلك كل شنو؟ كل مجالات التعاون مع هذا الكتاب. بقي التحية، لا تبدأوهم بشنو؟ لا تبدأوهم بشنو؟ قال منو؟ في زول عنده تعقيب؟ الرسول قال تاني، في زول عنده كلام؟ وريني ديل منو؟ الدكاترة العلمانين كثير ديل منو؟ والبروفات اللي عندهم علم تقيل دار يعقبوا على كلام الرسول منو؟ قال لك ما تبدأوهم بالسلام. أها تعمل كيف؟ لا تبدأوهم بالسلام لفظه، أما مطلق التحية ممكن، يعني ما تقول له السلام عليكم، ممنوع ما يجوز، ما تقول له أصلا السلام عليكم، لكن تعال قل له شنو؟ مساء الخير، صباح النور، إزيك، كويس؟ لكن ما تقول له شنو؟ السلام عليكم، كما قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبح التعامل مع الآخر يكون من هذه المنطلقات. بعدين يا إخواننا طبعا في كلام كثير جدا عن بقية الآخر، الآخر ده أنا حسنا كلمت عن اثنين آخر بس، النفس والكفار، لكن في آخر الجيران ده آخر، والأرحام والآباء والأمهات، كويس، و الزمالات في العمل، والصاحب بالجنب. زور ركب معك في البص قاعد جنبك، ثبتت عليك حقوق تخدمه وتجري ليه، وانت مش قاعد جنبك مع انه فينو بيقنب جنبك، لكن بيكون صار وشه كده منضم معك، انت برضو انضم معه، وكان اللي جيته ما دحين تنضم خليه، لكن انت جيب له المويه، ناول له هناي، قول له داير حاجه، اجيب لك سندوتش لما البص يجيف، ده حقه عليك انت. الآخر ده كثير، لكن أنا ركزت على الآخر الملي. الملي يعني شنو؟ الملة بتختلف عن شنو؟ عن ملتنا. ليه؟ لأنه هذا الباب فيه لبس، وينبغي أن تعلموا أن أهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب غير أنهم على دين باطل ومنحرف، وينبغي أن تعلموا أن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. والإسلام ده ما دين الرسول عليه الصلاة والسلام بس. يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني، وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني هو دين هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين الله القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، هود وصالح دعوا الإسلام، وهما لدين الله معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين وكلاهما في الله مجتهدان، وبه وشنو وله وهو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان. بس كده قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا شنو أمة شنو مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، هو دين
يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان. هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمع على الأقران. الدين ده دين الأنبياء كله. الإسلام ده دين شنو؟ ملة أبيكم إبراهيم. هو شنو؟ هو سماكم شنو؟ مسلمين. ولذلك الإسلام ده هو الدين الحق. أي دين غير الإسلام دين باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من شنو؟ من الخاسرين. نسأل الله تعالى أن يتقبل وأن يعين وأن يوفق. ولعلنا نتكلم عن هذا الآخر في محاضرات قادمات، بقية الآخر أو الآخرين ما تكلمنا عنهم في هذه المحاضرة، نتكلم عنهم في محاضرة قادمة إن شاء الله، إن يسر الله عز وجل لنا ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.